الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. كلكم في داخلها. في جسدها، في بيتها، في أبنائها، في بناتها، في اسمها، في رسمها، في نسلها، في آثارها، في سلالتها، في أنفاسها، في فراشها، في مكانها، في صحبتها، في مالها، في عملها، في كل من له علاقة بها. جعلتموها في عالم الدم، جعلتموها في عالم الدم. منكم من يسكن أن بطنها تبول في بطن، في بطنها، في رحمها، في فرجها، في صدرها، في عينيها، في ناصيتها، في رأسها، في خديها، في وجنتيها، في شفتيها، في يديها، في قدميها، عن جانبيها، في جانبها، في كل مكان معها بالدم. لا تقارب القليل، بل قربت الكثير. لم تهد القليل، بل أهلت الكثير. نعم، سافرت هنا وهناك لإعطاء الجن والشياطين. فأسلم تسلم يا خاتمة الدم، وأسلمي تسلمي يا خاتمة الدم، أسلمي يا جنية. وكان الأطباء يقولون لها لا بد من إجراء جراحة على الظهر وترك المنام. من يقول إياك، يريدون لك أن تصبحي مقعدة في كرسي متحرك، كأن في البدن تدافع بين مسلم وظالم. في الجسد من يدب ويدافع ولا يرضى بالظلم. حذر أن تأتي الجراحة. قال لها في المنام: ليست بك علة الجراحة، أراد لك أن تذهب إلى الجراحة حتى تخرج من غرفة العمليات مقعدة، لأن الجراحة خطيرة على الظهر. وبعدما حذرها من حذرها في المنام، بفضل الله رجعت إلى مشيها وقيامها بفضل الله عز وجل. فلو ذهبت لكانت أخطاء طبية من الجن، أخطاء في الجراحة من الجن، يوسوس للجراح أو يظهر أثرا بالجراحة ويؤثر، وله قدرة على أن يؤثر دون جراحة، لكن أراد جرحا ودم وتعطيلا بعد الجرح والدم. كأني أخذت منك الجرح والدم وجعلتك مقعدة، لأنك ما أردت هذه الأقدام أن تأتي إلي بالدم، فعطلتها حتى لا تكون أبدا لأي طريق إلا لطريق الدم. فأخذتك بقدميك إلى الدم وأوقفت القدمين التي أرادت أن تتوقف عن إهداء